وزي ما قلت الجزئيه الخاصه بمحمد صلاح كانت من اكتر الامور اللي مفاجاه واللي اثرت بشكل كبير جدا على اللعيبه وعلى نفسيتها بس اثرت بالايجاب واثرت في حته بالايجاب ان زي هم ما بتقول. حبوا يهدوا له الفوز او صحيح، يثبتوا ان احنا لا نقدر يعني. اللعيبه اهدت له الفوز، طبعا وبنتمنى ان شاء الله ان محمد صلاح يرجع سريعا جدا ويكون متواجد مع منتخبنا المصري. انت ممكن تهدي ايه بقى لمحمد صلاح؟ محمد انا تسمعنا بعشقه ايه؟ اصلا، محمد صلاح يعني احسن لاعب في تاريخ مصر وفخر العرب كلهم مش فخر مصر بس، وكنز لازم نحافظ عليه قوي، ولازم نحط في بالنا ان يعني ممكن سنين طويله كتير قوي ما يجيلناش حد زي محمد صلاح. صحيح، والراجل يعني في السنين اللي هي بتاعه قمه العطاء دلوقتي، فلازم نسانده وندعمه ونفتخر ان عندنا محمد صلاح. طبعا فبما انه مصاب وبما ان المنتخب في البطوله وبما ان احنا يعني بننتظر التوفيق ويحالفنا طول الوقت يعني،